شلونك؟ احسن منك. اليوم انت عم تصوري بدار الكرامه، ما له رهبه هذا المكان؟ خفتي اول ما دخلتي له؟ خفت؟ ليه بدي خاف؟ كان ممكن يكون معه مثله. ليه؟ انا صورت فيه من زمان، قعدت 4-5 شهور هون بدار السعاده. هذا دار السعاده اسمه، عرفت؟ هذا اسمه دار السعاده لانه عم يسعد العالم المرضاني. هذا شيء حلو يعني. هاي انا البلد وقت بتعمل ببلدها هيك شيء منشأة وبتقدم الشيء اللي عم تقدمه، برافو عليهم. انا سعيده، ماني متضايقه. اشتقتي اليوم للسينما؟ عنالك انه اليوم انت مشاركه بفيلم سينما، تذكرتي مشاركاتك بالافلام القديمه اغراء ومع صباح الجزائري؟ طبعا بشكل يعني بيذكرني بايام ما بدينا، مثل ما هلا عم يبدو العالم ويشتغلوا، بس نحن بدينا في كان ايام العز. ان شاء الله هيك العز بيضل دائم. يعني انطوانيت نجيب كل مره بتشاركي بعمل بيكون شيء مميز، احكي لنا عن دورك بفيلم فيك اب. فيك اب انا عندي شخصيه سوري صغيره، كثير كثير صغيره، بس ما حدا بيقدر بيعملها الا انا. ليه؟ لا مو لاني انا انطوانيت، لا، لانه عمري وشكلي بعدهم حلوين. يعني ما نفخت لا وشي ولا ايدي ولا ظهري ولا غيرت شعري، فانا حلوه كما انا. والبنت لازم يكون كبيره وحلوه. فقال لهم الاستاذ ايمن زيدان اذا بدكم ممثله جيبوا انطوانيت، وجيت مشانه انا على فكره. حضرتي مسرحيته الاخيره لايمن؟ طبعا. شو رايك؟ حبيب قلبي. حبيتيها؟ فنان. اشتقتي لمسرحياتك القديمه حطب الخرج والمسرح؟ انا عم قلت لهم انه اذا حدا بيشغلني مسرح قبل ما اموت انا ببلاش بشتغل معه، بس اطلع على المسرح اشتغل مسرح قبل ما اموت ان شاء الله يحققوا لي الامنيه. ان شاء الله يا رب. وعدوني في ناس بدهم يحققوا. لا وعدوني بس. والله مبسوطه كثير كثير بهي التجربه، يعني ان شاء الله العالم تحبها. في شيء جديد، في شيء لسه مالي مشتغلته من قبل، لفت نظري نحن لوين رايحين. ان شاء الله العالم تحب، ما بعرف. يعني من فيلم دمشق حلب اشتاقوا لك العالم بالسينما. يلا ان شاء الله ان شاء الله. طبعا غير تفاصيل، غير طريقه، يعني ما بعرف، ان شاء الله تكون هي تجربه منيحه. وكمان الطابع كوميدي رح يكون للشخصيه؟ ما بقدر اقول انه هو كوميدي، خليني اقول انه هو فيه شيء لايت اكثر. كوميدي لا، ما لنا كثير مقربين على الكوميدي، خليني اقول هو شيء لطيف يعني. ان شاء الله العالم تحبه. الاستاذ جورجوس جبارة، اهلا وسهلا فيك على عمان تي في. يا هلا، اهلا اهلا وسهلا فيكم انتم كمان. خبرنا اليوم عن مشاركتك السينمائيه بفيلم فيك اب. انا بدي احكي شغله اولا، انه سعيد بهالمشاركه حتى لو كنت فيها ضيف، لان هي على ما يبدو ان شاء الله فاتحه خير للسينما القطاع الخاص بسوريا اللي هي متوقفه صار فتره بعيده. بالنسبه لمشاركتي بالفيلم، انا دوري احد الضيوف الموجوده في مأوى الراحه اللي هو المتعارف عليه بالمفهوم العام مأوى العجزه. طبعا العمل صح هو اخذ الصيغه الكوميديه، بس كوميديا انسانيه، يعني غير ما لها علاقه بسخريه للفئات من المجتمع. دور حدا هو على ما يبدو مخترع أو طبيب ولجأ إلى هذه الدار، في عنده بعض النسيان، بيكون هو بذهنه أنه عامل اختراع مهم. طبعا الاختراع ما بياخد مجرى، يعني مع مجموعة من الفنانين اللي بعتقد أطلالتهم جميلة. أنا بشكر الجهة الإنتاجية اللي هي فكرت بإنتاج هكذا فيلم. بعد زمن طويل بكون تحت جناحه للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، وجه له تحية طبعا، وإن شاء الله تكون هي بداية لأعمال سينمائية أهم وأهم. أستاذ جورجوس، وقت دخلت على دار الكرامة، دار العجزة، له رهبة المكان؟ والله ليك، هو أي مكان له علاقة بالعامل الإنساني فيه له رهبة. هل أنت بتشوف شرائح اجتماعية ممكن ما كانت تخطر على بالك أنه تشوفها أنت بدار الراحة؟
هلا بتشوف بدار الراحة الناس العاديين جدا اللي هنا لجأوا للدار لحتى بالفعل انه يعيشوا حياة الراحة. بتشوف نماذج تانية من ناس ممكن اولادهم تركوهم والتجأوا لدار الراحة. ممكن تشوف احيانا بعض الناس اللي في عندك بعض الخلل البسيط بالحالة العقلية اللي هي بنسميها نحن الزهايمر. فإيه بالفعل هو يعني لابد إلا حدا مننا يفكر أنه قد يكون في يوم من الأيام هو في هذا الدار. بس ما معناته إذا كان هو في هذا الدار هو إنسان صفى لفظ المجتمع، لا، هو إنسان بس موجود في مكان بالفعل اللي سماه دار الراحة ما كان هو على خطأ نهائيا، لأنه في رعاية من كل النواحي، الرعاية الطبية، الرعاية الحياتية الاجتماعية، النظافة إلى ما هنالك. إيه بس في رهبة أكيد أكيد. تتوقع بعد فترة ترجع السينما السورية لمجدة؟ ليك طالما هلأ هو هذا السؤال كتير يعني جواب عليه بيأكل وقت وبيأكل زمان. هلأ ممكن ترجع لمجدة بس ليس بصالات السينما. في سوريا اليوم ما عاد في عندك صالات سينما. لا تقلي أنه في صالة كذا وصالة كذا، صالتين أو ثلاث صالات سينمائية لا تفي بالغرض، لأن كان في المحافظات ولا في العاصمة. ممكن أنت تشوف السينما اليوم عن طريق صار الإنترنت وتطلبه للفيلم وإلى ما هنالك. بس ممكن يكون في عودة، ممكن يكون في عودة، ممكن تتشجع ناس تفتح صالات سينما. هي كتير عادية، لأنه الزمن اللي كان فيه هذا الكم من صالات السينما بسوريا ما كان زمن استثنائي، يعني ممكن هذا الزمن يصير بأي لحظة. إن شاء الله نحن في عامل مهم جدا أنه يتشجع المنتج على إنتاج أفلام سينمائية تفي بالغرض غير المؤسسة العامة للسينما. نتأمل يعني، هو بيبقى نحن الأمل عندنا دائما الصورة الأساسية أو الهدف الأساسي لحياتنا جميعا. خبرينا اليوم عن مشاركتك بفيلم فيك أب. في هي مشاركة صغيرة الحقيقة، بس أنا بحبها، يعني حبيتها ولفت نظري الجو يلي عامله الفيلم بخصوص زيارته، يعني زيارة الفيلم أو زيارة الموضوع لدار المسنين. فيها لفتة، فيها ضوء على حياة هدول الناس اللي الحقيقة بشكل عام نحن ما بنعرف كيف عايشين، كيف بيعيشوا بدار المسنين. الناس لما بيوصلوا لمراحل متأخرة من العمر، لما بينقطعوا عن الحياة خارجا، لما بيكونوا هن مو قدرانين يعيشوا مع ببيتهم بين أهلهم أو أولادهم وأحفادهم وأخواتهم والأقارب، يعني نتيجة ظروف، يعني فبيضطروا أنه يكملوا حياتهم الأخيرة، يعني الوقت الأخير من حياتهم بدار المسنين. الحقيقة في كتير شغلات، كتير شغلات بتصير نحن بالحياة ما بنعرف فيها. مثل ما شايفين أنا عاملة هلأ شخصية ومكياج امرأة مسنة مقيمة بدار المسنين، هي وزوجها، نتيجة أنه يعني الأولاد بعاد وهيك شيء. والحقيقة كل حدا من اللي موجودين ممثلين هو أخذ حالي منهم، يلي أولادهم تركوه ما بيسألوا عنه، منه يلي مثلا محتاج انه حدا يبعث له مصروف ما بيبعتوا له، منه يلي نسيوه قرايبينه، يعني عرفت. فكله كل واحد حالات نماذج انسانيه. من الاستاذ فراس الحلو يتخبرنا عن مشاركتك بفيلم فيك اب. اول شيء هي مشاركه لطيفه ومهمه بالنسبه لي، خصوصا انه هي فيها شيء استثنائي بيحمل شقين، الشق الاول انه هو اول فيلم لي بالنسبه لي كسينما، والشق الثاني هو على الصعيد الشخصي بيحمل كمان شقين. الشق الأول أنه أنا عم واقف قدام كاميرا الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد، وبالمشاركة بطولة العراب الأستاذ أيمن زيدان. فهذا بالنسبة إلي حلم أنا كممثل على الصعيد المهني والصعيد الشخصي والصعيد صعيد الخبرة، أني أنا أتعلم للأستاذ أيمن. فكانت تجربة كتير مهمة وكتير ذو قيمة مضافة إلي لمسيرة بدأت الآن أو من فترة ليست طويلة. تتوقع يكون الفيلم شباك تذاكر؟ هلا شوف، انه التوقع هو ما بيقدر انت اليوم تتنبأ بالحاله العامه او المزاج العام للواقع السوري من حيث انه شو ممكن يحب وشو ممكن لا. لكن لا، بعد 11 سنه من البؤس والألم والحرب اللي صارت على
سوريا. خليني أقول إنه نحن في حب كان باللوكيشن، في ابتسامة، في بالأوف في شيء له علاقة بالمودة والمحبة، وفي تعب وفي تبني كتير مهم. فهذا شيء بتصوري أنا بيعطي نتائج كتير مهمة للناس لتحب وتشوف الحب اللي كان موجود. شباك التذاكر هو بيحكمه المادة، فالمادة كانت مشغولة بطريقة حلوة، في أبطال، في كادر، في فريق إخراج، في فريق إنتاج، في شركة تبنت المشروع للآخر. فنحن نتمنى أنه يكون هو شباك تذاكر. أستاذ أحمد إبراهيم أحمد، أهلا وسهلا فيك على عمان تي في. أهلا وسهلا فيكم بعمان تي في في دمشق وفي موقع تصوير فيلم سينمائي فيك أب. قدي اليوم في مخرجين حاسدينك أنه عم تقود هيك دفة مع هيك إنتاج مع هيك نجوم؟ هلا يعني ما بظن احنا ما عندنا هي الصفه انه المخرجين بيحسدوا بعض يعني اي ما يعني، بس يعني هي مكسب لي انه اول تجربه تكون سينمائيه قطاع خاص بانتاج كثير كويس، بانتاج كثير منيح وموضوعي اللي هي شركه سراب للانتاج الفني. هذا الفيلم هو من اول انتاجاتها السينمائيه، وبنتمنى يكون هو رافد للانتاجات السينمائيه اللي تقوم في المؤسسة العامة للسينما القطاع العام، لأنه إحنا بحاجة لدعم للسينما مثل ما صار الدعم بالقطاع الخاص للدراما السورية بنهاية الثمانينات بأول التسعينات وارتفعت من مستوى للدراما. نأمل أنه كمان القطاع الخاص يساهم برفع من سوية السينما في سوريا. هلا في عندك مسؤولية كتير كبيرة، لا بتكسر الدف وما بتخلي ولا شركة أنتج، لا بتفتح باب كتير كبير للشركات الإنتاجية، هذا الشيء بيحملك مسؤولية اليوم أحمد إبراهيم أحمد. يعني هلا احنا اكيد رح نساوي يعني جهدنا ورح نساوي اللي علينا، بس احنا يعني احنا كصناع هذا الفيلم نامل انه يكون هو بوابه لانطلاقه لمشاريع سينمائيه جديده تكون يعني ممكن بغير نوع، ممكن تكون بغير ليفل، ممكن تكون بغير طريقه، ممكن بغير محتوى، بس نامل انه تكون يعني في صناعه سينما حقيقيه في سوريا. سمعنا انه عم تتعامل مع طاهر ماملي بهذا الفيلم. طاهر هو رفيقي وشريكي وصديقي، يعني هو التعاوني ما إجا يعني بس بهالفيلم، تجارب سابقة كتير في كذا عمل في تعاون، وبهذا الفيلم طاهر إن شاء الله رح يكون يعني من أحد الأعمدة الرئيسيين بهذا الفيلم كصناع. شو المفاجأة مخبينا إياها أنت وطاهر؟ سمعنا في أغاني بالفيلم، وخصوصي نحن اليوم بدار الكرامة في أغنية خاصة رح تكون، حكينا أكثر عن هالتفاصيل. هلا اذا حكيت لك بيروح خلينا نقول التشويق تبع فتره العرض، بس بقدر اقول انه في غنيه محضرينها مع طاهر له العجائز الناس اللي موجودين هون بقالب كتير طريف، بقالب هلا هو بالظاهر طريف لكن بالمضمون كتير في شيء انساني، وفي يحمل يعني نوع من الاسى لهؤلاء الناس اللي اولادهم تركون وجابون على هيك مكان.